السلام عليكم، جيسبر تكونوا صافا. صح رمضانكم. بون، في هذه لا فيديو ولا لا سيري سميناها ما فهمتش. علاش سميناها ما فهمتش؟ باسكو دي فوا في لا في كوتيديان نشوفوا صوالح ما نعرفوش ميم با ليتيليزاسيون تاعهم. دونك لوبجيكتيف تاعنا شوالا غادي نجيبو دي سوجي ديفيرون نهضروا فيهم علاه. هذه هي تو سامبلومون. جيسبر تكونوا معنا حتى لا فان وني عارف بلي غادي تستقفوا. وهيا نبداو، هيا نبداو، هيا جينيريك ما باش يجي. شي ايوا لي بيسو تاعنا تاع اليوم غادي نهضروا عليه كاع الصوالح يتحلوا من لا دروات ويتبلعوا لا غوش ولا عكس عقارب الساعه او مع عقارب الساعه. شوف كاين بزاف صوالح يتحلوا عكس عقارب الساعه ويتبلعوا مع عقارب الساعه. غادي نعطيكم غير دي زيكزومبل باش تفهموا صاي. ايوا سبله سبله، علاه تنتحل عكس عقارب الساعه وتتبلع مع عقارب الساعه؟ ولا قرعه تاع ما قرعه تاع جي ليموناد شامبوان لي بانت لك في راسك هذيك هي ليسونسيال. قبل ما نروحوا للتفاصيل غادي نهضروا على ثلاثه تاع لي بارت. حاجة الأولى كيفاش بنت لهم ليدي باش يديروا هذه الخاصية. حاجة الزوجة أسو كاين صوالح يتحلوا مع عقارب الساعة ويتبلعوا عكس عقارب الساعة صح. وحاجة التالية غادي نهضروا على الجانب العلمي والجانب الفلكي. شوف إيزي بيزي يقول لك اليد كي تحل صوالح عكس عقارب الساعة تكون أسهل وتحس روحك أليز. حاجة أخرى يقول لك بلي اليد كي تكون تحل صوالح مع عقارب الساعة تكون عندها لا فورس، تكون عندها قوة أكثر. وهذه فاش تيتيليزا فيزيائيا في قاعدة اليد اليمنى، يديروا يديهم كيما هكا ويديروا بها بزاف صوالح، من بينها يقيسوا شده التيار الكهرومغناطيسي. شوف انا ما غاديش نخلطكم مع الفيزياء ومنها، غادي نقول لك باللي العلاقه تاعها علاه. دونك هضرنا على صوالح اللي ينتحلوا عكس عقارب الساعه، ونروحوا صوالح اللي ينتحلوا مع عقارب الساعه. هادو جينيرالمون يكونوا دونجي. بار اكزومبل حاجه بونو ليفيس غاز نيتروجين قرعه تاع غاز اللي يديروها في الدار، تسمى هادو صوالح دونجي باش تكون ان فوكس وتحس روحك باللي راك دير في حاجه ايسونسيال. سي بون. علميا يقول لك بلي القلب جاي على لاغوش، وحتى الدوره الدمويه والنواه يتمشاو عكس عقارب الساعه. وكون جمل فلكي ان الشمس تدور على الارض عكس عقارب الساعه، والقمر يدور على الشمس عكس عقارب الساعه، وحتى كون تمشاو طواف الكعبه نتمشاو عكس عقارب الساعه. وهذه هي جيسبر ديتو معنا معلومات، وان شاء الله كل فيديو نستفادوا مع بعض ونجيبوا فيديو جديده. وانتم تاني دعمونا بلي جيم بالبارطاج بلي زابوني، وحتى عندك ايدي بنت لك ايدي ها كنديروها فيديو، ولا حطها لنا في لي كومونتير ديسكريبسيون ها راهي، وحط على روحك صاحبي. هذه هي صحه فطوركم. ايوا اتهلاو.